90 ده اسعد الشعب المصري ووصله كاس عالم بعد 56 سنه، كان قبليها اخر مره وصلنا سنه 34. لكن دي رساله كمان عايز اقول للناس ان احنا ما بننساش اللي اسعدونا وابطالنا اللي بذلوا مجهود كبير قوي واخلصوا في التدريبات واخلصوا في المباريات لغايه ما قدروا يوصلوا مصر انها لعبت كمان في كاس العالم 90 وعملت 3 مباريات من اروع ما يمكن. رساله لكل شبابنا ولكل لاعبينا، اي حد بيعمل حاجه بيبذل فيها مجهود وبينجح وبيقدر يسعد الشعب المصري بيفضلوا فاكرينه بعد 25 سنة أو عدى 25 سنة على هذا الحدث، والشعب المصري فاكره وكأن النجوم دول لسه امبارح واصلين لكأس العالم أو لسه امبارح كانوا في إيطاليا. فدي رسالة لكل لاعبتنا، أي إنجاز هتعمله أو أي حاجة بتحققها هتفضل لك في تاريخك لغاية سنين طويلة جدا وتخدمك. من تعب وقدم ونجح من أجل هذا البلد أو أضاف أو قدم لها شيئا هو يستحق التكريم، ويستحق أيضا التكريم وهو يراه ويلمسه بيديه وليس بعد الرحيل. اعتقد الحمد لله ان احنا نجحنا في هذه الفكرة النهاردة. لم يغب عن هذا الجيل بعد 25 سنة سوى 2 بنطلب لهم الرحمة، الكابتن محمود الجهري والكابتن ثابت البطل، انما باقي الجيل موجود الحمد لله. وبعيدا عمن فرضت الظروف انه يبقى موجود خارج مصر، الجميع حضروا، واعتقد ان احنا النهاردة خرجنا بمجموعة صور ستبقى طويلا في ذاكرة الناس، ان يتجمع هذا الجيل بعد هذه السنوات ويلتقط صورة جماعية مع جيل يسبقهم هي صورة للتاريخ. احتفالية جميلة انه افتكر هذا الجيل اللي اعطى لمصر، ومن 25 سنة ما حصلش هذا الكلام، ده تفكير جيد. وانا بقول بذكر الشعب المصري، بقول ان هناك 3 ثورات حصلت في التاريخ انا حضرتهم، ما حضرتش في هذا الوقت، لكن انا بقول هناك 3 ثورات حصلت، الشعب الشوارع اكتظت عن اخرها فرحا واعلانا، لا اما فرحا لا اما تكريما. تكريما لجمال عبد الناصر لما مات، الجنازه بتاعته كانت مهيبه وكان كل شوارع مصر الناس بتبكي عليه. الحاجه الثانيه وصول مصر لنهائي كاس العالم، الشوارع كانت لا تقل عن الحاجه الوحيده اللي زعلت منها من الكابتن جوري ما خدناش معاه كاس عالم، لكن انا شاركت حتى في التصفيات اللي هي اهالت المنتخب لبطوله كاس العالم. العموم يعني التكريم ده لفته طيبه من مؤسسه الاهرام، انا بشكرهم عليهم بصفه خاصه، وافتكرت نجوم عملوا تاريخ لمنتخب مصر في حقبه طبعا الراحل العظيم الكابتن محمود الجهري اللي بنذكره بالخير حيا وميتا ايضا، ربنا يرحمه. اضاف كتير جدا لنا شخصيا، لي انا شخصيا وللجيل ده بصفه عامه. الشيء الجيد اللي زرعه كابتن جهر في هذا الجيل هو الاصرار وحب البلد، ويمكن ده كان دايما تلاقيه في طابع اداء اللاعبين امام المنتخبات. نشيد البلد لما كان بيعزف سواء داخل البلد او خارج البلد، فكنت بشوف لحمه بين الرياضيين والجماهير، وشفت حتى تواجد الجماهير كان بشكل كبير جدا في المباريات اللي كان بيكون طرفها المنتخب المصري. كنا في الملعب يعني ماتش الجزائر على ما اتذكر، يعني كان في حشد كبير جدا جدا من الجماهير
وكلنا كنت قلوبنا كانت متوقفه على المباراه اللي احرز بيها حسام حسن الهدف الصعود. وانتوا وقديه شفت التنافس الكبير جدا بيننا وبين المنتخب الجزائري على انتزاع البطاقه خلال الترشح لكاس العالم، فكانت مباراه كبيره جدا. يمكن اللاعبين لما كنت بتواجد معاهم لما انت يحكي لك يقول لك اصلا هم ما ناموش عشان بيحلموا بالصعود لكاس العالم. هي مناسبه كويس ان هم 17 نوفمبر ده يوم مهم جدا في كره في مصر، كلنا فاكرين يوم الاستاد يوم هدف حسام حسن. كويس ان الاهرام الرياضي، لان كمان المناسبه ان الاهرام الرياضي تقريبا صدرت في الوقت ده، وانا كان لي الشرف ان اكون احد المؤسسين والعاملين فيها في الفترة اللي فاتت يعني. الحمد لله مناسبة سعيدة ويا رب تتكرر بقى بسرعة يعني. الفكرة كان اقترحها الأستاذ خالد توحيد رئيس التحرير لما لقينا ان يوم 17 نوفمبر اللي هو اليوم يتواكب على 17 على بعد 25 سنة على 17 نوفمبر 89 يوم تأهلنا على حساب الجزائر. فالفكرة كانت فكرة جميلة جدا ولاقت ترحيب شديد في المؤسسة، وزي ما انت شايف كده ان شاء الله النجوم كلهم هيجوا، وكنا نتمنى ان كل النجوم، لكن للأسف فيه بعض النجوم بيعملوا في المملكة العربية السعودية وفي الخليج. اي عملية تذكر للأوقات السعيدة وتكريم رموزها ده شيء جميل، لكن عنوان التكريم هذه تلخيص لمقالة شديدة السخرية شديدة المرارة، أن تحتفل بخمسة وعشرين سنة على آخر تأهل، ده مقالة بتلخصها هذا العنوان مش عايز أقول العبقري، المعبر تماما عن الواقع المرير التي تعيش الكرة المصرية. كنا محتاجين ان احنا نقف وقفة مع ذكريات سنين مضت علشان نشوف هذا الانجاز وهذه العملية الناجحة للكرة المصرية في الوصول للمونديال. الوصول ده والانجاز اللي حصل ده واللي احنا بنحتفل بيه النهاردة ما جاش من فراغ، جه من عمل دؤوب دقيق تفاني واجه صعوبات كتيرة. الحقيقة انه هذه الكتيبة بقيادة الكابتن محمود الجهري رحمة الله عليه، وبدعم برضو مش عايز انسى من الدكتور عبد الاحد جمال الدين رحمة الله عليه، استطاعت ان هي تحقق هذا الانجاز، واستطاعت ان هي تواجه منتخبات العالم. Yeah.
عاش الأمل في عيون الولاد وصبايا البلد ولا شاف العمل صهران بالبلاد والعزم اتولد ولا شاف النيل في أحضان الشجر ولا سمع بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي استوديو شبير، النهاردة بيتقدم تاريخ 25 سنة. لهم الحق النهاردة ان هم يفخروا بأنفسهم، يفخروا بمدربهم، ويفخروا بالتاريخ الكبير اللي هم حققوه حتى الآن، اللي هو ما اتحققش حتى الآن. كابتن جمال عبد الحميد صاحب الرأس الذهبية بيتقدم الطابور، ثم الكابتن أحمد شبير وصائد الضربات الجزاء العايش عليها لغايه دلوقتي الكابتن مجدي عبد الغني، وكابتن ربيع ياسين اللي كان بيدعي لهم طول الماتش وربنا استجاب للدعاء بتاعه، وبعدين الكابتن يكن صاحب التمريره السحريه للكابتن حسام حسن، ثم نجم اسكندريه وحبيبي الكابتن احمد اكاس، وثم هاني رمزي سنتر هاف الجميل اللي احترف حقيقي. كل دول نجوم يعني تلألأهم في سماء باليرمو في سنة 1990، وكان لي الحظ ان انا اعلق على هذا اللقاء. وبالتالي الكابتن شبير النهاردة بيستعيد زمام الامور مرة اخرى ويستعيد تاريخ، لان كل دولة لازم تستعيد تاريخها عشان الاجيال تعرف ان كرة القدم في مصر بدون احتراف كانت هي الافضل. اترك الميكروفون للكابتن احمد شبير ورفاقه، بس عاوز اقف دي احداد على الكابتن الجوهري. يصفر سوريانو ومجدي عبد الغني وضرب الجزاء بالشوط الثاني. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. اعتقد من قبل ما نتكلم رسمنا الفرحه والبهجه على وجوه الجميع. عايز اقول لكم انه انا معايا كوكبه، استغلت حبهم ليا، حبي ليهم، علاقتنا الجميله، عشرتنا الطويله، والحقيقه ما حدش اتاخر في تلبيه النداء انه يكون موجود النهارده. مش الاحتفال بيهم، لا الاحتفال
بكاس العالم، الاحتفال بجيل، الاحتفال برمز، الاحتفال بذكرى جميلة طيبة، وكلهم من نجوم الكبار من العرض الثقيل. ما اقدرش اقول كلام اكتر من اللي قاله معلقنا الكبير كابتن محمود بكر الحقيقة النهاردة في تقدمته الجميلة. بشكرك يا كابتن محمود اولا لقبولك الدعوة ولتشريفك، وبنرجعك تاني لعدالة السماء يا كابتن بكر. ايه حظ اقعد معاهم يعني الحمد لله. منورنا ومشرفنا. كانت عدالة السماء حصل فيها يا كابتن قلنا كده الماتش ده ما كنتش تخسره بكل المقاييس. صحيح. وطلعت كده لان العدل انك انت على الاقل تتعادل. صحيح. العدل يعني. فهي طلعت لوحديها. عشان خاطر انا اخش قلوب الجماهير. وعشان خاطر يبقى ليا مشوار، بدايه مشوار في التعليق. وعشان الجماهير الكوكبه اللي موجوده دي اديها حقها. عشان الكابتن مجدي عبد الغني يعني اقول ايه؟ قول دلوقتي يوم الماتش ما قلتش حاجه. انت ما كنتش عارف حد فينا غير الكاس. عاوز اقول حاجه كده. احنا دلوقتي عدى علينا كام تابلو لازم ما يعديش مر الكرام. اولا الاستفاف بتاع الفريق وهو بيلعب منتخب الجزائر ويشوف الجديه على وجوه اللاعبين ازاي، ثم الاستفاف يوم هولندا ونفس الجديه، ثم الجماهير في استاد القاهره. ازاي كانت الجماهير حقيقه داخله، ولا حد يفتش ولا حد ولا حد. ثم الجماهير اللي في استاد باليرمو. كوكبه من كليه بحريه وفنانين وجماهير واكاديميه بحريه وجماهير مصريه. كل اللي انا بقوله ده عاوز اوصل الى ان آن الاوان ان مصر تعود الى مصر ان شاء الله، ان جماهير الكره تعود الى 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 عرينها مره اخرى وعرينها مدرج. عادت يوم مباراه السنغال وانا بشكرها وبأحييها واخد بالك رغم المتاعب اللي حصلت لها اثناء الدخول. صحيح. ونتمنى ان هي ما تجراش تاني مره. ونتمنى ان احنا نتعامل مره اخرى ان نتعامل مع جماهيرنا بالحسنى قبل اي نوع من الريبه. اتمنى ان جماهيرنا النهارده، انت لسه بتقول من شويه الاتحاد بيلعب مع الاهلي مش عارف 20 سنه 20 سنه كسر اتوبيس الالتراس كسر. انا بس عاوز اقول حاجه يا جماعه، اللي كسر ده لازم يتلقط. ما بيتلقطش هيكسر تاني. كفاية يعني بديك. شوف احنا نقلنا بس قول لي الجمله تاني فكرنا. ايوه. عداله ايه؟ عداله السماء نزلت على استاد باليرمو. نعم نزلت على استاد باليرمو. نجم الجميل ابو سمره الرائع الجميل شوكولاته كاس العالم بمباريات كاس العالم احمد الكاس كاسو. كابتن شوبير منور يا كاسو. كابتن منور يا كابتن. وحشنا بجد. والله انا سعيد جدا بالنهارده بالاحتفاليه، مش عشان الاحتفاليه لكن عشان اتجمعنا، وكان نفسي فعلا كل اللعيبه تبقى موجوده لان والله كلمناهم كلهم. بس في طبعا ظروف، لان في ميزه مهمه قوي في مش عايز اقول في الجيل ده، ان احنا الحمد لله رب العالمين اذا كان اجتمعنا على حب فاحنا ما زلنا مجتمعين على حب، حتى لما بيمر 25 سنه او بيمر 30 سنه فاحنا ما زال الحب متواصل بيننا وبعض، وهو ده اللي اعتقد ان وصلنا لكاس العالم. صحيح. هقول لكم سر بقى، في مباراه انجلترا هاني رمزي اتصاب، فجه ما بين الشوطين كابتن جوهري ما فيش داعي يعني، فقال للعيب بالثاني قلت له والمصحف لو طلع هطلع جنبه، لازم يكمل قدامي في الملعب. هاني ليبرو تقيل قوي. كابتن احمد افكرك بحاجه كمان انا سمعتها بعد الماتش تخص الكابتن محمود. هو كابتن محمود افتكر ان انا يعني بمثل. وبعدين قعد ما بيرحمش ما بيرحمش. انا فعلا كان في التمسك وكان بيسرق. قوم يا هاني خلاص الكوره طلعت قوي. قوم يا هاني اصل كان بيرقص وقع. قلت له قوم طلعت الحمد لله. وبعدين انت كمان عاوزه يلعب وهو مصاب عشان ما ينفعش يا عم زي اليومين دول يبقى في حجه. لا 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 ما لهاش علاقه طبعا، بس في الوقت دوت فعلا هو الكابتن جوهري قال لي اطلع. الكابتن جوهري بنفسه يمكن الناس اللي ما تعرفوش كابتن جوهري قال لي لا كفايه. انا من نفسه قلت له يا كابتن خلي الدكتور احمد نادر يربطك كويس قوي ويحط بنج. وانا بذيع كان في واحد بتاع محله صبر عيد. صبر عيد انا كنت جاري نساه. والله يعني فاكر المنظر بس على فكره كان تقريبا كابتن مجدي اللي كان هيلعب ليبرو. لا هو كان الاصابه كان يعني هي انا فعلا غلطت في الكوره ديت ان انا حاولت اوقفها بشكل او باخر، لكن وانا بعمل التاكل ديت رجلي الشمال الثاني تحت يعني اللي ياخد باله من رجلي الشمال بالظبط. برافو عليك. بالظبط يعني دي الانكل فعلا كان مؤلم جدا وما قدرتش يعني
قعدت بتاع دقيقتين مش حاسس برجليا ودخلت دخلت اوضه اللبس كان بقى التلج والبنداج وكابتن جوري قال خلاص صابر يسخن وهاني كفايه. فانا رحت له يا كابتن طب اجرب اول خمس دقائق وفعلا ضربت بشكل كويس. وبعدين كاس عالم يا كابتن يعني كاس عالم وكانت الاجواء وكان عندنا لسه امل ان احنا ممكن احنا كل اتعبنا وصلنا عندنا الامل بتاعنا هو اللي غرقنا الدور دخل فيه وفعلا كملت. وعلى فكره برضه صابر من الناس المميزه جدا اللي كان هينزل كان هيلعب خالص كانش لعب انا عشان كده خفت عليه. طبعا محدش ولا حرج ما اتكلم على كاس العالم نقف كلنا انتباه نضرب تعظيم سلام مجد عبد الغني. ايوه اهو 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 تعظيم سلام لمجد عبد الغني على يمين على يمين. انا لقيته رايح على اليمين حطيتها فين؟ في اليمين على اليمين. فاكر اللحظه طبعا طبعا. هو طبعا الاول عايز اتكلم على اليوم والتجمع. احنا اللي كسبنا واللي وصلنا كاس العالم والحب صحيح والقرب مننا بينا وبين بعض في الحقيقه. بدايه مباراه الجزائر هناك احنا كنا الافضل وكنا الاحسن كان لازم نخلص نخلص الماتش هناك كورتين ثلاثه في العرض هناك ده ملعب حميد ضيع اربع تجوال ملوش حل اربع موصوف لنا حاجه عجيبه جدا يعني. فاحنا كنا الافضل وصلنا لجول كتير وكنا الافضل وكنا الاحسن. جينا هنا برضو ضغطنا عليهم في البدايه حسام حسن جاب الجون احنا وكان لازم شام عبد الرسول يجيب جون وبرضو جمال عمل انفراد يعني عملنا شغل رائع جدا في المباراتين بتوع الجزائر. فكان لازم ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا لان كان في تركيز. انا كنت باجي زائر يعني انا ما كنتش مقيم في بيراميد ما كنتش مقيم مع المنتخب لكن الفتره اللي كنت باجي فيها كنت يعني شايف تآلف رهيب جدا كان عامله الكابتن جوهري الله يرحمه بين المجموعه اللي موجوده في مصر كلها سواء كابتن جمال ككابتن فرقه مديله صلاحيات كامله العلاقه الطيبه جدا بين اصغر واحد فينا هاني رمزي وبين اللعيبه كلها هاني بيتعامل كانه لعيب بقاله في منتخب مصر 10 سنين العلاقه الطيبه بين احمد رمزي وبكاس واسماعيل يوسف وحسام حسن وابراهيم حسن والكابتن ربيع يعني عايز اقول لك كانت الرابطه دي اللي هي مفتقدينها اللي هي كسبناها في الثلاث بطولات بتوع مصر. دي دو رجل مني الجمال راح مرجعها يا عيني اظن دي كان لازم جول دي كان لازم جول حسام رجعها حسام رجعها واحده في ثرو باص خدها مني هشام عبد الرسول كان من المفروض انفرد بيها في الجون برده ما دخلتش لكن دي اللعبه الاخيره يا هاني ربيع بص الراجل زي مجدي اللي طير ده شريف وتجاني فاكر طير الاثنين بص انا جاي طاير يا مجدي من هناك انا واخد القرار قلت طبعا لو في واحده كمان على خط الجون نعم دربكه سابها علي بن ناصر ده كان هو كان هيتجنن ويدخل فينا دربكه كانت موجوده على خط القرار بتاعتها ربيع والله مش حاسس اقف واستنى ومشر كان جامد قوي في الوقت ده قوي قوي وكان كمال الله يرحمه كان اساسي رمى الساعه لان ده كان في الوقت الضايع ايوه صح طبعا ال 17 نوفمبر ده يوم تاريخي فعلا وانا بشكر في الحقيقه خالد توحيد على انه فكر في هذا التاريخ وخلد هذا التاريخ ب 25 سنه بتمر على وصولنا لكاس العالم في 17 نوفمبر 1989 يعني عايز اقول ان بالفعل الجيل ده للاسف الشديد ملوش صوره جوه اتحاد كره القدم اتحرقت لا ما اتحرقتش لا ما كانش فيه لا كانت كبيره يا كابتن ما كانش فيه انا كنت عضو مجلس اداره انت اللي عاملها يا كابتن لا 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 ما اتعملتش الصوره اللي كانت موجوده يا كابتن شلف اوضه مدحت شلف جاب ورا المكتب الصوره اللي كانت موجوده كانت موجوده لامم افريقيا 2006 يمكن مش ما كانش لا ما عشان بس نوضح للساده المشاهدين كانت موجوده لبطوله افريقيا لو المفروض صورتك انت بتجيب لا صوره للجيل ده عشان يبقى مثل ويبقى يعني انت عارف يا كابتن مجدي ممكن كمان يتحط في فندق الهدف لان قدام فندق الهدف دوت الناشئين بيروحوا لعيبه صغيره طبعا عندهم حاجه هو ده الجيل اللي راح كاس العالم للاسف الشديد لا اتحاد الكره بيفكر ولا حتى واحنا ماسكين كان في ما تفهمش ايه القصه وانت ما اهتمتش برضه بالموضوع ده انت كنت جنبي هو انت يا جماعه جبت فيا كابتن خلينا اقدم بعيد يوم الاعزاء خلينا اقول لكم كابتن منتخب مصر في كاس العالم كابتن جمال عبد الحميد المهاجم الفذ الحقيقه اللي كان له دور مهم جدا
طوال التصفيات وايضا في البطوله وفي المباريات نجم منتخب مصر وكابتن منتخب مصر وهداف منتخب مصر. منور يا جيمي. الله يخليك كابتن احمد، بشكرك على القعده دي. احنا اللي بنشكرك، كل سنه وانت طيب. صحه وسلامه. اكيد بتسعيد ايام وذكريات رائعه جيمي. طبعا يعني التجمع بس حلو يعني. النهارده وانت يعني وانتوا بتكلموني وتقولوا ان احنا عاملين يوم 17 تجمع هنا في السي بي سي معاك، كنت سعيد جدا جدا ان احنا هنشوف بعض. يعني احنا بنشوف بعض كل شهرين. كل شهر، كل تجمع، كل سنه. لا يعني انا ما شفتش هاني بقالي كام من رمضان، 3 شهور مش قبل رمضان كان ثلاث شهور. كان اعلان في التلفزيون. كانت من 3 شهور يعني. انا جاي لك. جاي لك جاي انا بره الاعلان. مين اللي طلعني؟ هقول لك بقى. شوبير. الناس كلها قالت انا بسالك، شوبير اللي طلعني؟ لا والله. هقول لك حاجه بس يا كابتن بعد الهوا. الناس اسمع بس، الناس قالوا ايه؟ يعني ما ينفعش انا الاعلان. ثانية واحدة بس. طيب ماشي. اللي راح كاس العالم مجدي عبد الغني، اللي جاب الجول مجدي عبد الغني، هو الثورات تنسيكوا مجدي عبد الغني. فقال لك الاعلان بقى، الاعلان سيبوا مجدي عبد الغني وهاتوا بقى الناس اللي لعبت. الناس اللي لعبت حتى النهارده المهندس خالد عبد العزيز في كلمته قال يعني مجدي عبد الغني هو اللي معادنا القعده ديت. يعني جون. لا جول ايه بقى يعني؟ طب ما دخلش انت ليه شوط؟ انا كان نفسي ابقى معاك. شوط ايه؟ ما شاط في 86. بقول لك ايه؟ ما شاط في 86. سيبه بس. هاني 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 كاس. انا كنت لا انت اثنين وكاس ثلاثه اصلا. لا الكاس ما كانش محطوط، كان محطوط في كاس ثلاثه. الكوره اصلا يا كابتن احمد اسمع، هاني الكاس يا كابتن احمد او تاني والله اسمع. اصلا الكوره قالش قالش دخلت يا راجل. قالش قالش بنالتيش. يعني الكوره قالش جت في كعب رجله كده دخلت. النجم الكبير الجميل الرائع الحقيقه اللي ما حدش يعرف انه لعب باك رايت ولعب باك ليفت ولعب ستوبر ولعب ليبرو. ويعني بدا مع المنتخب باك ليفت، وبعدين لما الكابتن جوهري احتاجه في مركز ظهير الثالث او الستوبر كان افضل احلى ما يكون. عمري ما هنسى كلمه النجم الجميل ربيع ياسين واحنا نازلين مباراه هولندا ولقينا قدامنا وحشين جبلين، ماركو فان باستن ورود خولت. فاكر يا كابتن ربيع احنا قدام الاوضه؟ طبعا. منور الاول يا كابتن. الله يخليك كابتن، سعيد جدا ان شفت الكباتن الكبار وكابتن محمود وكابتن الكاس كابتن هاني. كابتن مجدي اخر مره شفته في الاتحاد لما كان مطلع عيني عشان مسافر. هو اللي بقول لك ايه. انا اولا عايز اقول اتحاد الكوره ازاي ما يستغلش. ايوه ربيع قول الكلام ده. ايوه كده. بعد ما ولا ربيع طلع عين اللي جابونا لحد ما بقى مدرب 10 على 10 يعني مش عايز اقول لك. كان يقعد انت عايز تفشلني، انت عايز تخليني ما انجحش. يا ابني اصبر، في ثوره، في حظر تجول، مفيش بقى. عايز معسكر وعايز ماتشات وعايز يلعب وعايز يبقى موجود. مجدي عاوز اقول لك حاجه، من افضل المدربين انك تدي الاولاد الصغيره ليك. صحيح. سلوكيا. ايوه دي حقيقه. يعني انا سافرت معاه كتير. لا اصاب ولا سلوكيا. ما شاء الله. ازاي الاولاد يتعلموا السلوك في اليوم والسلوك الناحيه صح. السلوكيه الاخلاقيه الدينيه صح. ده مهم جدا. انت بتسلم له ابنه ابنك وانت مطمئن. لا هو مخلص في الحياه قوي قوي قوي. هو مخلص في الحياه. هو عارف مقراه كابتن محمود في المغرب. كمل يا كابتن ربيع. سعيد جدا الكابتن جمال طبعا حضرتك كابتن هشام حبيبي يلا خير. وذكريات كويسه جدا وكان يوم عالمي بالنسبه لقعدنا. فاكر واحنا قدام الاوضه ما نزلنا نسخن بالصلة طبعا كده. وهم احنا برضو يعني كنا اول مره عملت تعمل لهم كده. مين اللي قال للكابتن اسامه عراوي اقلع إيه عصام التيشيرت وريهم جسمك؟ احمد رمزي. احمد رمزي احنا نازلين يا كابتن. اسامه اللي كسبنا قبل ما بننزل سامعين ده. فاكر يا كابتن سامعين ده الاسترزات الاسترزات ماتش ايرلندا. كابتن اسامه عرابي معروف جسمه صغير. انا وانا ماشي لقيت واحد بيقول مش عارف صوت مين اقلع عصام التيشيرت وريهم جسمك. ايرلندا هاني بص كانوا عاملين ازاي. وحل واحد مترين. لا فيوم يا كابتن اللي هيتكرر طبعا. فاكر لما شفت انت ماركو فان باستر دخلت في قلبي ده ايه ده بقى؟ وانت كنت ماسك خولت ساعتها باين؟ وانت كان معاك هو معاك فان باستن. فربيع قال لي طب ده هنعمل ده. متخيلين ما انا اقول لك على الاطفال العاديه فيها يجيب خلينا الاطفال العاديه مجدي لان وحوش متر و80 ده حاجه عظيمه جدا. لا عشان اكمل بس المعلومه. فربيع قال لي طب ده هنعمل فيه ايه ده؟ ده اطول بكتير من اللي احنا بنشوفه في احنا الكابتن جوهري عمال يحفظنا بقى في الفيديوهات. فربيع خوفني قلت له انا عايز بس اللي يلصمني كده اللي يحط ايده عليا. بعدين فجاه قال لي بقول لك ايه
بعون الله اللي تجيبه بشويه قران والله العظيم اللي بعون الله اللي تجيبه وانه خلد ده يلمس الكوره ما شاء الله ربع بس عايز اقول لك حاجه يعني كوره مش بالاطوال زي ما قلنا على السنهال لا بس دول اطوال اطوال ومهارات وكل الكاميرا مش جايبه يعني انا عاوز اقول ان الكوره مش بالاطوال زي ما بعض الناس قالت السنغال اطوال الكوره بالمخ واللياقه يا كابتن بس في نسبه تناسب نعم مش مثلا من 11 7 8 نسبه تناسب مضبوطه ودي تفرق كابتن محمود تفرق في الصغيرين والشباب المنتخبات من صغرها لما تربى كويس وتختار اجسام كويسه تفرق في النتائج صحيح طبعا التمرين كويس والشغل الكويس والتخصص الفنيات كلها يفرق طبعا فكان يوم جميل يا كابتن وعملنا احلى مباراه وتعادلنا وشوف الاحتفالات كانت هناك في برحب بالنجم الجميل كمان حقيقه سوبر راجل جدع وحش من الدرجه الاولى نجم مصر وكابتن نادي الزمالك كابتن هشام ياكل منورنا يا كابتن هشام شكرينا يا كابتن شبير بصراحه يعني احنا سعداء جدا جدا بصراحه انا سعيد جدا طبعا بالمجموعه ان احنا نتجمع بقالنا فتره طويله لكن انا بشوف الكابتن مجدي على طول كل يوم حبيبي يعني دايما كابتن ربيع من فترات بنقعد مع بعض بنقعد مع بعض على ضربات الجزاء كاس عالم يعني كاس عالم بلاش كاس عالم بعض على بلاش يا جماعه انتوا نجوم يا جماعه طب بلاش بلاش قول اسف كنت عايز تقول في ما قول اسف انا اسف بالدبع عن جمال خلي بالك بقول لك ايه رياض خلاص ماشي هشام انت عايز تقول لي في موقف ولا عايز عايز موقف عايز تبدا بيه جيمي في ماتش ايرلندا كويس مفتكر الميعاد هشام ايوه صح انا افتكرت الاحتفال بالليل الحمد لله ما جاش الصبح نسي لا ساعة ده الاعداد والانتاج شغالين وراه على الكابتن جمال بندهله ماتش ايرلندا بقول له تعالى يا جيم الحقني عبود نور نزل لي فاكر الطويل ده الطويل اللي نزل للشوط الثاني فكاسكارينو انا ماسك كاسكارينو ما شاء الله 2 متر يعني طبعا عشان تطلع معاه كنا خناقه فبصيت لقيت واحد تاني نازل لي طويل فبقول له يا جيمي يعني قلت له عبود نور نزل ولا عبرك لا رجالي لا رجالي لا رجالي والله ساعدني قطعنا النور طبعا الفرقه زي ما انت شفت طبعا المباراه المدرب قال لك احنا غيرنا تاريخ الكره المصريه على فكره على فكره انا في كل قعده بقعدها مع بعض الاصدقاء دايما يقول لك ايه هشام يكن شوبير هاني رمزي غيرنا من النهارده قال الوزير خالد عبد العزيز قال لك غيرنا القانون شوبير هشام يكن هاني رمزي احنا غيرنا التاريخ احنا غيرنا التاريخ في لقطه في اخر المباراه ليك يا مجدي في ماتش هولندا مش عارف الراجل يا دوب كده قعدت قعدت فرفرت في يعني عم في ايه يوم يا مجدي بس الحقيقه كان شوف الروح القتاليه شوف الكره بينه وبينه هي دي اللي بتكلم عليها كابتن شوف الروح القتاليه بتاعت يجي تجيب لنا صوت الكابتن حسين مدكور الجون جون صوت الكابتن حسين مدكور عشان الناس تتعلم حسام حسن ده اللي بيدافع جوه منطقه الجزاء خلي بالك يعني ده ماتش هولندا ده احسن هولندا الروح كانت غير طبيعيه مش ماتش هولندا ايرلندا 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 كان من مجدي كان من الماتشات الصعبه قوي قوي يا كابتن شوبير الماتشات الصعبه منتهى ابراهيم حسن ايرلندا اصعب من ماتش انجلترا انجلترا كان اسهل بالرغم ان احنا خسرنا وهولندا كان اسهل انما ايرلندا كانت بقى لها سنتين ما خسرتش خالص يا كابتن شوبير ايوه وفي نفس الوقت كانت بتلعب بطريقه طويله اللي هي اللي هي اللونج بول دي المدرب بتاعهم اللي هي اللونج بول وبيعتمدوا على كاسكارينو ده اللي طلع بدماغه ده كل كوره عاليه كابتن كان قاري كويس قوي طبعا والناس ظلمته قالوا انه بيدافع بس الماتش ده كان كل كوره عاليه كان هو بيبقى مشترك فيها وكانوا فرقه في منتهى القوه لكن الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نتعلم معاهم بسرعه وكان لازم نلعب بالطريقه دي كابتن جوهري كان مديني تعليمات ما عديش خط النص ما ينفع وانت كنت متالق في الماتش ده ما شاء الله شوبير كابتن بالنسبه يعني الحاله الدفاعيه برده الناس كانت فاهمه كابتن جوهري عمره ما قال لنا دفعه بس دفع عمره ده كانت صفقه الفريق واحنا كنا خايفين جدا على ان احنا نتغلب يعني كان من احنا كنا خايفين على ماتش بعد كاسكارينو ده فولاد ده بص كاسكارينو ده كنا خايفين بس كنا لو كنا طلعنا الدور الثاني كنا هنلعب كوره احسن من كده دي حقيقه لان خلاص كان لازم تكسب تلعب كاس عالم ما فيهاش تعادل يعني كنا لو طلعنا دور تاني كنا هنقدم كره احلى من كده بكتير وزي الكاميرا
كنا هنلعب زي الكاميرون. زي الكاميرون ما خدت ثقه يعني. بس دي ماتشات دي من الماتشات اللي عرضت تقيله يا كابتن. دي الماتشات دي بتبقى ماتش ايرلندا بالنسبه لك كان صعب هنا. ماتش صعب جدا. انا بالنسبه لي من اصعب الماتشات اللي قبلناها دخلت ايرلندا. ايرلندا يعني ايرلندا تقريبا هم استحواذ تقريبا 70-30. كنا بندافع بشكل كفريق وزي ما احنا شايفين بيدافعوا. لكن هم كمان عندهم اصرار. هم بالنسبه لهم مصر الزمالك بقى لهم سنتين وبالنسبه لهم كابتن الماتش ده لو كسبوه وصلوا الدور الثاني. كان المباراه الثالثه مع هولندا يعني مباراه ايرلندا اللي كانت بعدينا كانت ايرلندا وهولندا. فكان بالنسبه لهم مباراه حياه او موت لازم يكسبونا بجميع الطرق. لكن الروح اللي احنا شايفينها ديت دي 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 ماتشات دي ماتشات كبيره. دي ماتشات اعتقد ان احنا عملنا فيها رغم الناس بتنتقدنا لكن عملنا فيها مباراه على عالية. مباراه تكتيكيه بشكل واضح. كاس اعتقد كان الادوار كانت مختلفه اللي كان موزعها الكابتن جوهري في المباريات. كاس في الثلاث مباريات هو زي ما هاني قال في نقطه مهمه قوي يعني. هو الكابتن جوهري عمره ما جه قال لنا دفعه. لكن فعلا دي ثقافه لاعبين يعني. احنا كنا حاسين حتى في اجتماعاتنا في كلامنا حتى لو الكابتن جوهري مش معانا نبقى من خلال الفيديو اللي احنا بنتفرج عليه بالظبط. خلي بالك ده الحته دي كل ثلاثه او اربعه بيقعدوا مع بعض. خلي بالك طبعا لو هطلع من هنا يبقى انت بتضغطني من هنا يعني. حتى تلقائيا بص حتى هتلاقي مثلا هاني راح راجع لورا يعني. ده مثلا ده كان بوب هاوس النجم دلوقتي. ده انا بتكلم ان كان في حب اللعيبه بينها وبعضيها خارج الملعب. ده كان باين جدا داخل الملعب. ودي كانت من النقط المهمه قوي بجانب انك انت احساسك كراجل لعيب وصلت لاقصى مستوى هو لكاس العالم. انك انت بدات تفكر وتشغل دماغك. ما بقتش انك انت مثلا مجرد انك انت قاله بتشتغل وخلاص. لا انت قاله وفي نفس الوقت بتفكر شايف ايه اللي مطلوب منك. كابتن جوهري طلب منك حاجات معينه لكن انت بتعمل قد منها 10 مرات. صحيح. ودي نقطه مهمه يعني. بص برده الكلام اللي كابتن مجدي بيتكلم فيها الفدائيه والروح والقتال. بص حتى تحرك اللعيبه مع بعضيها يعني حتى لو شغله مدرب لكن في التزام وفي تركيز وفي في 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 نظام داخل الملعب. في نقطه كمان عايز اتكلم فيها كابتن. احنا من بعد الماتشات دي حسينا لا يا جماعه الفروقات مش بعيده قوي كده. بالظبط. برافو عليك. يا جماعه ده هولندا بنتفرج عليهم مش هم دول. لا مش دول اللي بنتفرج عليهم في التلفزيون. لو احنا مركزين وعايزين ممكن نعمل حاجه. مظبوط. وده اللي كان عايز يعمله الكابتن جوهري يعني. بس جت ماتش اليونان وعادي جدا خسر في ظروف راح اتحاد الكره اقله في مباراه وديه. بالمناسبه البحرين اقله وعدنان حمد النهارده بعد ما خسر في وسط الدوره من الكويت من السعوديه 3-0 وسجلوا هدفين في مرماه. دي تقريبا الفرصه الوحيده يا مجدي يعني. مظبوط. ظبطت الشوط واحده برده من نص الملعب عشان يبقى اسمي عملت حاجه يعني. هم شوطين اسمك الوحيد اللي في كاس العالم. هم شوطين اللي انا شطهم في الماتش ده ديت. وكان نفسي شوطين اللي شطناهم مش عارف عارف لو لبس في وش رجلي صح هتروح. واحده برده بقى ايه يا دوب عديت خط النص وقمت شايط قلت عشان انا هرجع. الدنيا كانت مغشله يا كابتن. هنا برده بنسبه الكلام ان مصر بتدافع. احنا برده دافعنا لكن الكابتن جوهري كان بيحفظنا في واجبات ومهام لكل واحد وفي مجموعه وظائف هجوميه دفاعيه. الدليل النهارده ان الكابتن مجدي عبد الغني بيضيع جول الواد فيندر ودافع طول الوقت. مظبوط. خد بالك النقطه دي بالظبط حبيت اركز عليها. برافو عليك مجدي في ال 18 الاوت في الاوت اللي هو اللي هو طول الوقت بيدافع. كمان يا كابتن معروف حتى في الكره العالميه حتى في الدوري الانجليزي طاهر ابو زيد. طاهر ابو زيد نزل المباراه دي. بص المدرب طلع مش طايق نفسه. ساكت شنطه طلع مش طايق نفسه ساعتها. بعد اذنك يا كابتن كلامك بالناحيه الفنيه بقى كل الناس ما رجعنا كل الناس بدات تقول كابتن جوهري بيدافع ليه؟ لان الراجل المدرب بتاعه طلع في الحديث صاحب المؤتمر الصحفي الفرقه دي عايز ايه بتدافع ليه؟ دافع طب ما جبتش فينا جوال ليه؟ طب احنا بندافع ما عملتش خطه هجوميه تكسبنا. احنا كنا خايفين لما شفنا الماتش مفتوح. احنا كنا خايفين على احمد. كنا خايفين على النقطه احنا جوه الملعب والكابتن جوهري كان مدينا مهام معينه. انت عارف كابتن جوهري لما درس الثلاث فرق بعد القرعه قال لي ايه في اجتماعنا هو لوحدينا؟ قال لي هتلعب هولندا وهتلعب انجلترا بس ايرلندا هتقعد. قال لي تعبوا من الشوط الاولاني وانت وطاهر ابو زيد هتنزل الشوط الثاني وحصل علشان انت ممكن تعمل فاولات معاهم في الكور العاليه وطاهر يشوطها. كان دارس كل حاجه لوحدها. فهو دارس. طب بوب تشارلتون دوت ما جاك تشارلتون مش دارسنا ليه؟ مش ما جابش جوال فيه احنا ليه؟ ما كناش في دماغه. وبعدين انا عايز اسال سؤال. احنا ما كناش في دماغه. احنا راكبين حصلت. انا عايز اسال سؤال واحد. كل القنوات الفضائيه ما بتجيبش ماتش ايرلندا ليه؟ تشوف احنا شوف القتال. انا عايز بس الكوره بتاعتك انت والانفراد وبعدين خدتها على مرتين ورجلك. لو انت عايز تضيع وقت كان ممكن تقعد تتعالج قد ايه؟ نص ساعه. مظبوط صح ولا لا؟ طب ما ضيعتش وقت قمت لعبت على طول بسرعه لعبتها على طول. اذا احنا اللي كنا عايزين نكسب بس
بس احنا كنا خايفين على النقطه اللي احنا خدناها من هولندا. نعم. خوفنا على النقطه ده. بص هي دي. انا اي جول النهارده بيعمل كده لما يكون كسبان او متعادل مع الاهلي او بص او خلاص نام فوقيه ضربك بالكوره بس اي جول بيعمل ايه؟ بيروح طالع حاططها بره ونايم له بتاع كام؟ اشتغلت على طول اهو. بص يعني جاكي شارلتون هو ماتش انجلترا صعب قوي كمان. كل الناس اللي عندنا في مصر صدقت جاكي شارلتون وما صدقتش كابتن جمال. لان هم تخيل كابتن جمال هو بالنسبه له ده كان الماتش اللي هيوصله. برافو عليك. زي ما احنا اتعادلنا هو بالنسبه له الماتش اللي بعديه هولندا. فبالنسبه له مصر كسبت مصر وصلت الدور الثاني. بص دي كمان انا عايز الكره بتاعت هاني رمزي. طبعا انا عايز الكره بتاعت هاني رمزي يا عظيمه لما لعب بالهيد هم الاثنين وبتاع هولندا وقع. مش هم الاقوى وهم الاحرف وهم الاحسن. في نقطه وقع ليه؟ في روح جامده جدا. صحيح. الناس ما الناس ما اتكلمتش على روحنا. اتكلمت انتوا كابتن جوهر دفاعي لانه بدات الحاله عشان كده لما جت كل المدربين اللي وراه اول ما نزلوا من الطياره يقولوا ايه يا كابتن اوعى بص مين اللي وقع. بص بص هاني رمزي مين اللي وقع؟ هاني رمزي هو اللي زعل الماتش ده يا كابتن. لا كابتن جوين كابتن جويني عايز اقول لك حاجه مجدي. من بعد كل مدرب ينزل من الطياره يقولوا له ايه اوعى تلعب مدافع عشان كابتن جوري يشرح لك. اول تصريح ليه يا كابتن محمود يقول لك ايه المشرف. انا راجل مهاجم. انا راجل هلعب مهاجمين. انا مهاجم علشان المنتخب مصر يملك مهاجمين. وبعدين ضيعنا. هو في نقطه مهمه جدا في المباراه دي واللي قبليها والدوره كلها اللي احنا بنفتقدها حاليا. ازاي يكون عندك مدرب بيقدر يحط الروح القتاليه في اللعيبه؟ دي مش اي مدرب. نعم طبعا. هو مش اي حد يقدر ان يخليك تقاتل ويخليك تبقى عندك ثقه حتى لو بتلعب مع خصم قوي اللي احنا بنفتقدها حاليا. صحيح. في كثير الاجهزه. نعم. حتى في الانديه. فدي كانت ميزه في الكابتن الجوهري. صحيح. انتوا قلتوا كم مره الكابتن جوهري خدني على جنب. كابتن خدني على جنب. وانا شفته لما سافرت معاه اكتر من مره حتى في سوبر لما رحنا جنوب افريقيا في الطياره. كان بيجيب اللابتوب ويقعد مع مجاميع لغايه لما وصلوا من اللعيبه عرق انهم لعبوا مع الفرقه الثانيه 50 سنه. اذا لازم الناس كانت لسه كانت الناس برضو مش فاهمه. مش فاهمه ناحيه خططيه وناحيه وناحيه بدليل انك انت النهارده قاعد القعده دي وبتفتخر بالكابتن الجوهري. اذا لا يصح غير الصحيح للراجل اللي قدامنا ده الله يرحمه. يعني الكابتن الجوهري قال في لقطه من اللقطات برضو قال انا اخترت احسن مجموعه تنفذ ما اخترتش احسن لعيبه في مصر. لو نتذكر كده في الاول لما جه قال انا اخترت احسن مجموعه تنفذ الاداء التكتيكي. ولا قال لك انا كان عندي كنت ممكن اخد حماد عبد الله. ليه لعب اسامه عربي ماتش ايرلندا ما لعبش رمزي عشان الالتزام الدفاعي برضه في الكابتن جوهري لانه كان دايما ياخد يعني واحد من كل خط. فكان دايما يقعد او من كلامه يقول لك في عندنا لازم يكون عندنا جزئين. الجزء الاولاني ان انت لازم الاول تحط رتمك تحط رتمك في المباراه الاول وانك ما يجيش فيه الجول تفرض اسلوبك وحته ما يجيش فيه الجول الاول ديت الناس بتاخدها انك نازل تدافع. الكلام ده مش مظبوط. ودايما الكابتن كان بيحط سيناريو للمباراه. لو ده حصل هنعمل كذا ولو ده حصل هنعمل كذا. ده مهم جدا جدا. المباراه مش بتهرب منه. ليه بقى؟ انت جوه الملعب يا كابتن مش هتتخض. يعني انت جوه الملعب مش هتتخض كلاعب. مش هتتخض ان يجي فيه الجول اول خمس دقايق هيعمل ايه؟ لان عارف انت كلاعب هيعمل ايه. هو برضه دايما محضرك يعني القدرات اللي كانت معاه ساعدته في ميزه قدرات اللعيبه. لعيبه طبعا ان يحسب للجيل ده يا كابتن تمارينات انه كانوا رجاله وسمعا وطاعا. سمعا وطاعا طبعا رغم انه كان جيل هاوي يا كابتن ربيع. انا عمال اقول انه لما كنا هاويين وصلنا كاس عالم بقينا محترفين مش عارفين نوصل كاس عالم. انا قلت يا كابتن القدرات وطاعه الجيل نفسه في التصرفات في السلوكيات في يعني مثلا لو 16 حاضر كان بيقعد على السبور. ايوه دي حقيقه. انا ما كنتش بخرج من الاوضه كابتن بعد الساعه 9 اخش الاوضه ما اقدرش اخرج من الاوضه اعدي بس في الكوريدور لحسن يكون الكابتن جوهري موجود. انا خايف ان هو يشوفني خارج بره الاوضه. الكاس كنت بتجيب البراد بتاع الشاي وقت عاملين مشاكل. اه والله العظيم كنت في خناقات على الشاي ولا ما كانش في خناقات؟ طبعا لازم كان بس انا قبل الخناقات ديت انا عايز افكر بس كابتن ربيع ياسين محمد سعد كان يقول له بعد الساعه 9 ما تدخلش الاوضه الحاج بره. محمد سعد محمد سعد محمد سعد كان محمد سعد ده بعد كده محمد سعد معانا؟ لا 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 ده بعد كده كان نايم معاك في الاوضه الوحيد اللي وافق انه ينام معاك في الاوضه. مره كان كابتن طاهر وزيد معايا في الاوضه وطاهر كان ايه بقى بيتدلع ويتاخر والعشاء متاخر واخد بالك وهات لي مش عارف ايه جه في الاخر بقى ايه انا قلت انام بعد العشاء انام بعد الشاي. قال له كان اسمه درويش في البارود. يا ريت درويش تجيب لي كوبايه لبن فيها الزبده. قلت له الزبده مره
تقول له معلش اشربها بقى عشان عاوز انام عندي ماتش بكره. كاس اكيد عندك حكاوي يعني زي ما قال الكابتن محمود. ايه كابتن محمود دايما ايه بيحسسنا بتوع اسكندريه مضطهدين شويه بعيد عن اهلي وزمالك شويه الاقاليم. هل ده انت حسيته يعني وانت جاي من ساعتها من الاولمبي فريق صغير؟ هل دخلت في وسط الفرقه بسرعه؟ هل الكابتن جوهري كان ليه دور ان تدخل بسرعه مع التيم والناس كلها كانت يعني لازم تدور على مجدي عبد الغني، تدور على رمزي، كل المجموعه اللي موجوده تدور على احمد الكاس، تدور على هشام عبد الرسول، يعني حتى عدد كبير من لعيبه الاقاليم كانوا موجودين وكانوا ناجحين نجاح ساحق يعني. انا عايز اقول لك على حاجه يمكن ما فيش حد يعرفها، من الكابتن جوهري لما سنه 88 لما مسك الفرقه كنت انا بلعب في الاولمبي. اهو جمال هيرقص اهو. واحد هوبا اثنين ثلاثه الصلاه على الزين، الصلاه على الزين على طول. ايه يا جمال هنا يا جمال ما حدش واخد باله. طب ما المهاره موجوده من جمال عبد الحميد بيرقص مين يا جماعه؟ فرانك ريكارد كان واحد من اعظم اللاعبين في العالم، وبعدين تروح للكاس ياخدها بوش رجله الشمال. ده لو فيها تعرف حظك وحش في ايه؟ ان النجيله كانت سنه مجدي نجيله لو مبلوله تروح اتفضل يا كاس. اللي عايز اقوله لك كابتن ان قال لي انت بتلعب في الاولمبي، انا في لعيبه عندي من الاهلي والزمالك فبيلعبوا افريقيا وبيلعبوا دوري، فانت حتى التدريب مش زي الكفاءه بتاعت النادي الاهلي والزمالك. فقال لي انت هتيجي، وفعلا جابني وكنت انا ومحمد رمضان بعيد عن النادي الاولمبي. كان رمضان في الترسانه ساعتها، كان في الترسانه. قال لي انت محمد رمضان بدا التصفيات وجاب دور في ليبيريا. كان معانا كابتن طه بسر الله يرحمه، عليه الرحمه. كنا بنروح نتمرن في نادي الترسانه، كان بياخدنا لوحدينا خالص بعيد عن قبل تجمع المنتخب. انت ورمضان لوحديك؟ كنا بنتمرن تمرين شق الصبح وبعد الظهر، يعني من كتر ما التمرين جامد قوي. اقول لك انا ما فيش تريح، لازم تدخل زيك زي اللعيبه الثانيه الموجود، انت داخل في معصره جامده جدا، انت قدراتك كويسه بس محتاج انك انت تبقى في شغل بدني. والحمد لله رب يعني ربنا وفقني ورجعت. كان اول ماتش لعبه مع الوداد الاولمبي مع الاهلي 1-0 وكان الكابتن بكر المدرب يوميها بالظبط، كان ماسك اجنده ساعتها. قلت ايه ده؟ راح هاني رمزي صح، هاني رمزي ايوه بالظبط، الاوفر اترفع راح رفع فايه الكاس جابها جول. فبيبص له قلت له ولا انت سهل انت مش فاكر. والله لسه جديد بيقول لسه بيقول يا هادي، لسه بيقول يا هادي. وبعدين ايه فلازم هاني لا ده مش لسه. انا كان عندي مشكله كنت في الناشئين، عندي مشكله كبيره جدا وبعترف بيها. لما بيجي جون تدور على اي حد، بس مثلا غلطه من كابتن جمال، بس كابتن جمال وفاز بره من زمان. شايله من هنا بس انا جاي ادور يا كابتن احمد شوبير. خلينا ناخد قبل بس انا دلوقتي فهمت ليه اما انت بتقول لي كابتن اسامه كنت مش موجود ساعتها. ما لسه احكي لك عليك دلوقتي. لا كنت مسافر. انا عارف. فانا فهمت ليه كابتن محمود بكر كان عمال يسقط في الكاس في كاس. ايوه انت ليك المدير الفني بتاعه عايز يسوقه، عايز يبيع الكاس. قال لك بعد يكسبهم. خلينا ناخد ملك كمال الاجسام. كنت فين ساعتها؟ كنت فين؟ كنت بتلعب كمان. استنى بس ناخد اكبر جسم بقى، ناخد الجثه الجامده بقى معانا ملك كمال الاجسام اللي قال لك اللي عليهم عشان مين؟ كابتن اسامه عرابي. يا اس اسامه، كابتن اسامه مش قادر يتكلم معانا اصله من عمان. لا سؤال سامعني يا اسامه؟ اتفضل. هنرجع تاني. فاكر ليبيريا؟ ليبيريا احنا رايحين جورج وايل صح؟ ماتش هناك بيلعب جورج وايل لوحده. جورج وايل كان جيمس ديبا هو اللي جاب الجون كمان. وايه جورج وايل ما فيش حد معروف غير جورج وايل. ما والدنيا مطره. ده بقى ماتشات في التصفيات بقى يا جماعه، بقى اجيب لكم الكواليس بقى. ومجدي اوحش ماتش عملته في حياتي هو اوسخ سفريه في الحياه. ماتش كان صعب قوي. رئيس الجمهوريه في التوقيت ده ايوه فاكر كان لعيب كوره. رئيس الجمهوريه بتاع ليبيريا ايوه. لا ده نقول رئيس الجمهوريه بصينا لقينا العربيه دخلت. فاكر كان اسمه صامويل دو كان قبل كده. فاكر لقينا العربيه وقفت قدام على التراك ونازل منها واحد لابس شورت وجزمه كوره جزمه كوره و بس بلوفر فوق. ولا مش ولا بلوفر شورت وبلوفر اتاري رئيس الجمهوريه جاي ودخل جوه الاستاد. دخل ملعب دخل ده ضرب ضربه البدايه. العمليه كانت مهزله جدا. الماتش ده من اول الحكم كان من سحر العكس ساعتها كان الماتشات
كان معمي الحجم كان معمي اوحش الماتشات اللي لعبناها في شكران يا عيني اه ليبيريا وبعدين اتغلبنا واحد صفر بس ليبيريا ما كسبناش ما كسبناش 2 0 هنا لا جورج واش ده 2 0 الاول ولا ما كانتش برضه الملاعب في افريقيا كانت لا كان سيء كان وحش قوي يوميا انت فاكر بالليل لما رحنا نطلعنا مش عارف من ليبيريا على فين على كينيا وصلنا 3 ونص الصبح ايوه تعبين حمود ايوه قال لك محاضره فاكر ساعتها قال لك محاضره سامر عدلي قال له نعم قال له الفيديو احجز القاعه كان ساعتها حجز القاعه ب $250 وده كان مبلغ رقم كبير خدنا المحاضره ورانا الميس باص افضل ماتش حياتي عملت ميس باص ايه ولا فرنسا ده مجدي بقى واحنا بنتفرج على فرنسا اتفرج على الميس باص ساعتها اقول له طب ما هو كل ما بص بصه كويسه اقول له طب ما هي بصيتها كويسه ادور على اي بوش كويس اقول له بص مرنا الساعه 3 الصبح الساعه 4 الصبح 4 الصبح في انجلترا في انجلترا لا فرنسا 4 الصبح اهو فرنسا بعد الفجر وفاكر برضو عمل معانا في مالي لما ضربنا بوس مالوش حل لما هو كان في سؤال اللي جاي وراك كنت بتخلص الماتش قدامي واحنا نشوف الايه سؤال يعني مالي انا كنت نفسي اعرفها دوست على بتاعة الاجهزه المعاونه اللي كانت مع كابتن جوهري هل كان بيبقى ليها دور لا والله عشان يعني سؤال مهم اللي ده اللي بيقوله الكابتن محمود فتحي مبروك يا سلام انا اقول لك بقى حسن كرم الناس تبقى عارفه ان المدرب كويس بيستعين باللي معاه طبعا لان في مدرب بيسند كل حاجه اليه فانا حبيت اخش في الحته دي عشان نعرف فتحي مبروك كان استفاد وحازم استفاد ايه وسمير عدلي استفاد ايه لان اعتقد ان قيمه زي الجوهري لازم هو صاحب الفضل على الناس دي كلها بعد كده يا ريت هرد عليك في حاجه واحده بس في ماتش اسكتلندا كابتن فتحي مبروك نزل سخننا بفكره سخنت تسخين عجيب جدا اول مره سخن كده حوالين الملعب فاكر وقعدنا نجري من الكورنر للكورنر بس في نص الملعب وقعدنا الناس يقولوا ايه الفرقه دي التسخين ده كل واحد كوره روتين ايه ثلاث واشتغلنا برازيلي كتير ونزلنا كسبنا اسكتلندا كاننا كنا تمام كل الناس قاعده يقولوا على فتحي مبروك التسخين ده حديث يا كابتن فتحي والله يعني عنده فكر التسخين ده لازم هو ما شاء الله في نقطه كمان انا افتكرها ان كان من قليل قوي انك تلاقي ان الكابتن فتحي قاعد لوحده وكابتن جوهر قاعد لا ما ينفعش ابدا دي خلي بالك وانا لعيب زي ما بلاحظ ان الجهاز الفني بتاعي جهاز مترابط انا عاوز اوصل لكده منسجم جدا بحس ان خلاص النص ساعه الاولانيه بتاعت الكابتن فتحي مبروك عارف كويس قوي ان الكابتن جوهر قال له ايه حضر الولاد وزع الادوار وزع الادوار بشكل جيد جدا فدي مهم جدا ان اللعيب يبص للجهاز الفني بتاعه لا مش واحد قاعد لوحده او ده بيتكلم على ده او يوصفه او بيشاور له هو مش شايف بتدي يعني بيحصل حاجات دلوقتي ايوه ربيع خلينا نبدا معاك من بدايه التصفيات ماتش ليبيريا اللي كان في القاهره تفتكر او بلاش من بدايه التصفيات بدايه التجمع الاولاني لكابتن جوهري او للاعيبه المجموعه دي تقريبا كلها كانت موجوده اول يعني يوم ما حدش خرج تقريبا كان في ناس بتيجي هو لما جالنا فاكر انا ما جتش انا ما جتش اول تجمع كان انا مش معايا انا بس اول تجمع بس انت بقى حاجه اول تجمع على ما جتش تجمع على الفتح لا 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 2-2 باين في الكوري 0-0 وتعادلنا وكسبنا الكوري مش فاكر بس بعد كده تعادلنا 2-2 لكن يعني احكي لي بقى من اول بص يا كابتن اول تجمع كنت احترفت امام ولا كنت لسه؟ من اول تجمع كنت احترفت بص يا كابتن شوبير البدايه كانت حب انت مصمم على كلمه الحب من ساعه ما بدات هي بتصنع حاجات كتيره جدا دي حقيقه احنا بننام بدري هشام كان اول واحد بعد الفجر على طول كان بينام على طول بدري بدري الصبح بدري الصبح بدري انا قلت لهم فاكر مش نسيها قلت لهم كان زمان ايه اهلي زمالك مش عارف مقاولين محله احنا اتجمعنا للمنتخب مصر اللي هو احسن من الاهلي والزمالك ودي البدايه كان مجلس اداره الاتحاد كله كنت بساعتها الكابتن يا كابتن ربيع كان الكابتن جمال مش موجود كابتن سابق ما كانش موجود ومين الكابتن انت حضرتك كابتن على كابتن ربيع انا وربيع لعبنا في يوم واحد ربيع انا عايز بعد ما تخلص ربيع بعد ما تخلص احكي لك قصه ان ربيع نزل ازاي كابتن مباراه ايرلندا
لان جمال ما بداش ايرلندا مظبوط، وربيع هو اللي نزل الكابتن. نعم. الكهالك دي برضه انا فاكرها، احب اقولها انا. لا 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 قولها قولها يا ربيع. اللي مجدي كان محترف، جابنا فايتس الالماني لما كان ماسك المنتخب، وقال يا جماعه عشان مجدي بره محترف وربيع اللي موجود فهو ربيع كابتن. عشان هو مش متواجد، عشان انتوا لعبتوا مع بعض في ماتش زامبيا في الليبيرو الفضي اللي اتحضر. بص يا كابتن مجدي عبد الغني، كابتن مجدي عبد الغني 118 ماتش زي دي بالظبط، مفيش بطوله سابقه. الاولمبيات مجدي موجود، العاب افريقيا مجدي موجود، امم افريقيا مجدي موجود، كاس العالم مجدي موجود بفضل الله تعالى. كان معايا في الاوضه، كان بيطلع عيني برضه. بس حبيبي محدش راحك، لا محدش راحك، لا لا اكتر واحد ريحك. بس استنى بس، ده مدرسه، ده محترم مجدي، ده اخويا وحبيبي، طاعه غير عاديه. يا سلام. اه والله. لا 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 والله يا راجل في التلفزيون حاضر. لا 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 مجدي عبد الغني ده قاوح يا عم، كان بيخليك تنام وبعدين يصحى. اقول لك ايه، اقول لك ايه، كان بيخليك تنام. استنى بس، اقول لك ايه، تحكيلي في الفيديو انا كنت بحب النوم. اقول لك ايه، اقوم وانا نايم دايما طالبه وصلي وراه واخد بالك، وبعدين جاري على السرير وراني الويل. بس قول ايه عامل ايه بتاعك؟ طب اقول لك انا بقى، طب انا احكي لك لما الكابتن وقع قلب علينا. كنت من دول فيها اسبانيا، خد استنى بس اسبانيا. لا استنى بس، بمناسبه الصلاه، بمناسبه الصلاه كنا على الارض. استنى، بمناسبه الصلاه رحنا التشيك، لعبنا مباراه في التشيك وربنا كرمنا وكاس وجاب جون ولا احلى. كابتن جاري راح ضربه في دماغه، قال لك دي الرحله حلوه قوي، رايحين من التشيك لالمانيا الشرقيه، قال لك دي نقنقه 3-4 ساعات فناخدها كده. رحنا من التشيك لالمانيا الشرقيه، والله العظيم ثلاثه اللي حصل كده. هكمل بس، خدنا 16 يا عم، اكمل القصه. خدنا 16 ساعة اتوبيس من التشيك لالمانيا الشرقيه في اتوبيس وصايمين يا كابتن وتعبانين جدا. ده طبعا مشغل لنا طول السكه احزاب القبر وكتاب المقرع. خلينا في رمضان بس، المهم يا جيمي على رمضان بس. كانت معانا، كانت معانا. طب اكمل، طب اكمل القصه، اكمل القصه. شغل لنا ايه يا كابتن؟ حط الشريط ده. طب مش انت هنا، انزل انزل من القصه دي. بص بص يا كابتن بكر، ايه استنى استنى عشان الله يخليك. كنت نايم ورا بس، ما الكلام ده صح خالص. انت بتخش انا في الملعب، انت كنت نايم. الشريط ده، الشريط ده عذاب القبر، الشريط ده ويلات اللي مش عارف ايه، الشريط ده بتاع ايه. فكانت قاعده قدامي مرات الكابتن جاري الله يرحمه، قالت لي بقول لك يا احمد، هو ما ينفعش نشغل اغنيه ولا حاجه؟ قلنا 400 ساعه في السكه. فايه المهم ايه، فروحت على ربيع قلت له بقول لك يا ربع، قال لي ايوه يا شوبر. يعني بس بعد اذنك يعني لو سمحت بس كابتن جوهري نحط اغنيه. ليه اغنيه؟ قلت له الله اكبر. بص 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 يا كابتن، هو ده لسه والنبي يا كابتن اكمل القصه. المهم ايه، في النهايه رضي عننا، خلصنا كل العذابات اللي في الدنيا كلها، كل انواع العذاب خلصت. قال لك ايه، خلاص حطوا شريط. المهم حطينا شريط، وصلنا ميتين يا كابتن محمود، مقتولين. وصلوا بالليل، انا كنت قاعد مستنيهم في الفندق. ميتين يا مجد، وصلوا بالليل. فعايزين نصلي، صلينا التراويح. لا عايزين نصلي بقى. فقلت له ربيع نخسر، قال لي نخسر نخسر؟ قلت له على سفر، قال لي لا مفيش قصر، احنا هنصلي الصلاه وهتصلي زي ما مجد. اللي على سفر مين بقى؟ هاني هاني كمل يا عم ربيع، احكي بقى. اتفضل يا جيمي. ده انا اللي حاطط، ده اللي معاك في الاوضه. احنا رحنا من فرنسا لايطاليا، ماتش ودي. ايوه، والمسرحيه اللي كانت شغاله ده دوت الكيلو مسرحيه. ما بعرفش والله، في مسرحيه في الاوتوبيس. مسرحيه سايبهم انت؟ يا كبره اللي هو ظلم اهو. ها ها يعني فوائد واحده يعني كسبنا فرانس. لا لا لا، لما كابتن جوهري قلب علينا دينيه. اسمعوا دي بقى، كانت مسرحيه دينيه. قول لي ساعه قلب عليك. اسمعوا دي، لما كابتن جوهري قلب عليا انا وربيع، انا فجاه خلاص انا بقى ايه، رايحين كاس العالم، رحنا اخر معسكر مار والدنيا حلوه، رحنا اخر معسكر انجلترا. فانا قبلها بشهرين، قبلها يعني ايه، المعسكر طبعا اتلغى الدوري في مصر والمنتخب بس هو اللي موجود. فقبل الكاس العالم بشهر، شهر ونص او شهرين كمان، المنتخب رايح انجلترا وهيعمل معسكرات وبتاع مش عارف. انا كنت رحت اداره النادي
قلت لهم انا يعني هسيب الشهرين دول ومش عايز مرتبهم عشان ما انضم المنتخب والعب كاس العالم. فاحنا كنا بالفعل خلاص مش هننزل الدرجه الثانيه. قعدت وعملت وكنا قاعدين وبتاع فقالوا ماشي. فسافرت دخلنا بقى واحنا انجلترا لقيت فجاه كابتن ايه كابتن جوهري قام قلب عليا انا وربيع ندهلي. فانا كان لما ينده لي كابتن جوهري اضحك. لا فرحان هو جانا الاوضه. لا لا الاول خدنا واحد واحد اما كان قاعد ندهلي الاول وبعد كده مشاني وبعد كده ندهلك بعديه. كان قاعد هقطعك في دي لان ما رحتش الحفله بتاع العشاء اللي كان عايزين حاجه كده. بس انا ما اعرفش حطني خدني رجلين والله ما بهزر عشان انت ايه ربيع ما كانش بيروح الحفلات دي بيبقى فيها يعني حاجات وبتاع فقال لك ما بيحبش الحاجات دي. انا دخلت طبعا لقيته بيندهلي انا ما اعرفش بيندهلي ليه. فلقى قال لي ايه قال لي بص انت بتتدلع. فضحكت بتدلع ايه ده بسبب الدنيا كلها وجاي وعايز العب كاس عالم. قال لي فضحكت فهو ايه ابتسم شويه بعد كده افتكر راح مكشر تاني. قال لي اسمع اللي بقول لك عليه انت لو مشيت بالطريقه دي مش هتروح معانا كاس عالم. قلت لهم فيها يا كابتن وانا عملت ايه؟ قال لي اسمع اللي بقول لك عليه. انا بجد بيتعصب خلاص ما تقدرش. المهم ايه؟ اداهم لي رصهم لي تك 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 تك. قلت له طب يا كابتن ماشي. قمت واخد بعضي وماشي مغموم مش شايف. قال لي امبارح لربيع. قلت له خش يا ربيع اللي بعده واخد ربيع على زميلك. لا وفي لحظه يا كابتن واخد بالك اليوم ده انا وربيع انا على اليمين حسبي الله ونعم الوكيل وربيع حسبي الله ونعم الوكيل ما كملش معاك ليله. قلت له انا شوبير ايه في قلت له يا ربيع في ايه؟ قال لي ممكن ما نروحش كاس العالم. ممكن ما ناخدناش كاس العالم. قلت له اقول لك الصبح والله العظيم يا نهار اسود التمرين بقى تاني يوم مين اللي اتفرم مني انا عايز اوريك ان انا جد بقى صاحبك شبيك بيلعب بقى كرانر بقى بيلعب كرانر فبيلعب الكورنر والمفروض انا داخل العب بدماغي فمين اللي بيدافع شبيك الشام انت طالع وانت مدي واحده للشام اما الشام بصيت مش عارف ايه صح اللي هو في ايه قلت له العب يلا قلت له العب يلا العب يلا العب راجل انا بقى هموت بقى وشنا انا كنت انا بقى انا وربيع اللي بنجر الفرقه في التسخين اما رجعنا ايوه طلع انت حسام حسن واشرف قاسم لا حسام حسن واسماعيل يوسف ايوه صح حسام واسماعيل قلت له حسام حسن واسماعيل وانا وربيع ورا هو كانوا بيلعبوا رحت كاس العالم بعد ما رحت كاس العالم قعد معانا في الاوضه ايوه بعد ما جبت انا الجون بقى والماتش الاولاني وبتاع جه الكابتن جوهري قعد معانا في الاوضه انا وربيع الوحيد اللي دخل لهم الاوضه انا وهو بتاع وقعد يتكلم معانا والماتش الجاي وربنا يسهل ده كابتن هو الوحيد اللي جالكم المجنه وفي ملحوظتين عايز اقولهم اللي مجدي قال انا رحت متاخر على الفرقه فهو بيدخله مود الفرقه بسرعه فخطفه ده المدرب اللي فاهم طبعا انتوا متعايشين مع زهير بقالكم شهور طويله وده جاي بقى يجي بيترجل قال لك اما اخطفه ادخله تخيل وقد كان دي ميزه من مميزات المدرب الفاهم صحيح. هو مش فاهم لغايه دلوقتي ايه اللي حصل خلاص النقطه الثانيه بقى اللي انا عاوز اسمعها منكم لما جه الكابتن الجوهري اخر يوم وهو بيحط الناس اللي مسافره حصل لهط انت قبلك في رجب وطلب هل دي عندكم ذكريات فيها ان مين هيطلع مين هيخش وفي نفسي نسمعها عشان الناس برضو تعرف الجوهري ازاي كان صعب عليه جدا انا كنت عارف اول واحد انا استاذنكم اتفضل لا نقطه سريعه ان فعلا كابتن جوهري كان دايما يحس ان لو في حاجه غريبه بتحصل على طول بيندهلي انا مره جيت وكنت بقى محترف كابتن مره كابتن جوهري جابني ده بعد كاس العالم بعد كاس العالم في معسكر لاني لابس تيشيرت مختلف شويه بس لابس جاكيت فيها لابس رافع عليها قال لي ساعه ما قال لي انت قال لي رافع عليها رافع عليها قال لي انت رافع عليها ليه؟ انت عجبني وقال لي لا انت لازم وكذا 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 وقال لي الالتزام وهو فالكابتن جوهري كان بيلاحظ لا اقول لك فين يا اهلي لا وفي انجولا فين؟ في السنغال لا وفي انجولا لما ما لقناكش لما دخل علينا الاوضه فجالي انا دايما بلعب انا كان معروف قدامي شماكن ربيع ياسين ابراهيم حسن هاني رمزي احمد رمزي ده ديفنس خلاص وانا متعود عليهم متولفين على بعض فلقيته جاي لي
قال لي الواد هاني رمزي بره. بره ايه؟ كابتن ما ينفعش. قال لي ما ينفعش. قلت له ايه؟ قال لي بيتدلع. انا قلت هاني عمل مصيبه يعني. المهم ربنا عداها على خير، ما اعرفش مين لعب مكانك وميها، وتعادلنا 0-0 ربنا سترها. بعدين قلت له يا كابتن في انا اصل انا رحت الاوضه ما لقيتوش. قلت له تشيل بره الفرقه يا كابتن. قال لي الواد صغير لو ما عملش معاه كده. ايوه صحيح. بقول لك ما شاء الله عمل في مجدي وغني يوم ماتش. ايوه دخلك اللي قعدت تضحك في الاتوبيس انا واسماعيل يوسف وبتاع عشان بس انا عاوز اعرف بعد الفاصل. عاوز اعرف الفاصل بس انا بعد الفاصل بس احكي لكم جه يقول اللي هيسافر. دي مهمه. ده ضحك بس في الاتوبيس. ده انا ساعتها في الاتوبيس قبل الماتش بيوم فقاعدين ورا والفرقه محطوطه وانا كنت محطوط في الفرقه وفوجئت بصيت لقيت الكابتن جوهري بيقول لي ايه بالليل هشام انت بره. ده ماتش ايه؟ الماتش تاني يوم الصبح ليبيريا. لقيته بيقول لي انت بره بره ال 18 16 16 كان ساعتها 16 يعني. لا حتى الخمس انه قاعدين زياده. وعلى فكره انا لعبت مكان هشام ساعتها صح؟ انا لعبت مكان هشام وده كانت اول ماتش وكان يمكن عشان ضحكت يا شبير. وكان قبليها بيومين كان عندنا محاضره في الدفاع الجوي كان هشام تقريبا راح يقص شعره. لا 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 قص شعره على طول. قص شعره فين؟ لا 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 عشان ضحكت في الاتوبيس يا شباب. تركيز مش عايز تركيز في معسكر. اتفضل 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 اتفضل. قبل الفاصل هنقول بس برضو انا في ماتش بيزا الايطالي المناخير اتكسرت وعملت عمليه في ايطاليا ورجعت وهم راحوا سافروا بعد الفاصل شيك وسافروا. فانا بقى راح كاس عالم راح وانا كده كده 15 يوم وراحتي المعسكر مكسر الدنيا بقى وراحتي لقيته راح متصل بيا اول ما جم السفر. جمال عزك في نادي هليوبوليس الساعه 6 بكره خير يا كابتن لما تيجي باسلوب عسكري. فروحت وانا بقى بترقب يعني كابتن جواري بصراحه كان اما يتكلم بغضب لازم تعرف ان هو في حاجه جايه ورا الغضب ده. رحت قال لي انت زاد كام كيلو؟ قلت له ازاي يا كابتن؟ قال لي طب اطلع الميزان. ايه؟ ميزان نادي هليوبوليس؟ جاب ميزان في العربيه وبعت الراجل جاب الميزان. ايوه 7 كيلو يا كابتن. 7 كيلو ال 15 ال 15 يوم 7 كيلو زياده. قال لي بص انا هوزنك بعد اسبوع لو ما نزلتش 3 4 كيلو مش هتيجي معانا اي سفريه ثانيه ومش هتروح كاس عالم. ياكل خس وجزر مش كاس عالم. من ساعتها بقى الاراده لحد دلوقتي وجبه واحده طول حياتي وجبه واحده من ساعه بعد معايا في اليوبليس لغايه النهارده. وجبه واحده ونزلت ال 7 كيلو في 7 ايام. القياده يا جماعه سهله على الاطلاق. خلينا نروح لفاصل ونواصل هذا الحوار الجميل حوار الذكريات الرائع مع نجومنا الرائعين المتالقين دائما وابدا. Ismail Youssef, good ball in, it's Abdelghani, the first man to score for Egypt in a World Cup final. ضربة جزاء وجول.